وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير. إذا قلت يا هذا مو زاهد، مع أنه ما قلت فيه عيبا، بس بقلت بأنه هذا مرفه ده يعيش هذا الصحابي، ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه. إذن أنا أسأل أتباع الشيخ ابن تيمية، هل ينطبق عليه سب صحابيا أو لم ينطبق عليه سب صحابيا؟ إذن على مبنى الشيخ ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول، هؤلاء كلهم ماذا؟ كثير من الصحابة، كثير من الصحابة والتابعين هم كفار يجب قتلهم، وهم رافضة وهم زنادقة وهم إلى آخره.